احنا هوا. احكي لنا ايه اللي حصل. طب ممكن كل واحد يتكلم لوحده عشان بس مش ماشي. احكي لنا بقى انت هتحكي اللي حصل يعني. اوكي احنا كنا في المترو ركبنا احنا كنا ركبنا من محطه الصوت. ايه جمال ركبنا من محطه جمال عبد الناصر. قربي المايك بس عشان الصوت. انا وصاحبتي جانا وسلمى صاحبتنا ثالثه. احنا اصلا يعني هما في الجامعه وانا متخرجه من زمان بس بس اليوم ده احنا كنا راجعين كنا في الجامعه الصبح وبعد كده قعدنا فطرنا مع بعض. هي جت لنا وفطرنا مع بعض بعد كده مروحين بس عشان الصوت. بعد كده مروحين اوكي. فمبدئيا كده بس انا عايزه اتكلم في نقطه اللبس. مفيش جامعه بتسمح بلبس خارج. ده مبدئيا. واحنا كنا الصبح في الجامعه تمام. والتيشيرت الطويل ده شوف لحد فين. انا ده اللبس اللي انت كنتي لابساه. ده اللي احنا كنا لابسينه فعلا. وانت كنت لابسه اللبس ده برضو يعني. نفس اللبس بالظبط الطويل اهو ده طويل اهو ووسع يعني وسع اهو. هو حتى لو انت لابسه لبس يعني انت ليكي حريه الاختيار في اللبس يعني. اه ممكن بس اقول حاجه قبل ما نتكلم بس في حته حريه اللبس. طيب يعني نتكلم فيها بالتفصيل. هو اللي حصل بالظبط ان احنا اصلا الست دي احنا ما تطرقناش معاها لاي حاجه خالص. انا احكي لنا بقى اللي حصل. انتوا ركبتوا الاول ولا هي ركبت الاول؟ لا مش فاكره بصراحه بس انا فاكره ان احنا كنا انا واقفه وجنى وسلمى صحابي قاعدين بس انا اللي واقفه فهي قاعده على نفس البنش معاهم بس في الاخر. فهي شافتني فراحت بصالي كده وقالت لي ما اداري دراعك ده اللي نازل واللي طالع بيبص عليكي. فقلت لها مين نازل ولا طالع؟ احنا اصلا في عربيه سيدات وبعدين فقط. انا لابسه عادي مش حتى العربيه. انتوا لابسين اللبس اللي انتوا لابسينه ده. ايوه هو ده بس هي يعني. فقلت لها انت مالك اصلا؟ فقالت لي انت كلك على بعضك مش عاجبني ولبسك كله على بعضه مش عاجبني. قلت لها برده مالكيش دعوه. فاول ما قلت لها انت مالك او مالكيش دعوه راحت شتمتني. لا شتمتني بالفاظ قذره جدا جدا. فجانا وصلنا اتعصبوا وانا اتعصبت بصراحه وكلنا يعني زعقنا. فهي بقى بدل ما تتطول بس بالالفاظ راحت كمان قلع الشبشب. كانت لابسه شبشب كانت عايزه تضربني بالشبشب. هو 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 يعني هي ساعدت عليكم بالضرب؟ لا هي عايزه تضربها. ما ضربتش كده. عايز بس اسال سؤال. انت في الاول هي قالت لك داري دراعتك عشان كل الناس بتبص لك وانت كنت في عربيه سيدات اصلا صح كده؟ تمام. انت بقى رديتي عليها هي رد انت قلت لها ان انت هي بتقول لك ان انت زي بنتي انت. لا ما قالتش خالص كلمه زي بنتي دي. هي بدات الموضوع نفس كم قولي كلمه زي بنتي دي بس عشان هي كلمه زي بنتي دي اتقالت كده. انا انتوا زي بناتي واتقال ان احنا قلنا احنا ما يشرفناش تكوني امنا. بالظبط هي قالت الكلمه كده. دي ما اتقالتش اصلا. ما اتقالتش تماما كلمه انا انتوا زي ولادي دي وانا ما وان احنا نرد لما نقول ما يشرفناش تكون امنا ما حصلتش وما اتقالتش خالص. هي قالت كلمه تانية ولفظ تاني بس انا مش هقوله. بس هي قالت كده قالت حاجه تانية. هي شتمتك يعني مش هي ايا كان بس هي قالت حاجه تانية خالص متناقضه تماما مع كلمه قالت لفظ خارج يعني. قالت انا عندي بنت زيك يا كذا وكذا يعني قالت لفظ خارج يعني. يعني قالت لك انا عندي بنت زيك يا كذا وكذا ده يعني تعدت عليكي بالسب. ايوه ما هي كده كده بتشتم من الاول اصلا يعني. هو كده كده ده ملوش علاقه ده ما كانتش مجرد نصيحه يعني زي ما هي بتقول. لا طبعا مش رديتي عليها فده ادى مثلا ان هي تتعصب عليكي اكتر. احنا كل اللي رضينا عليها ان دي حريه شخصيه وان ده ما تخليش في حاجه ما تخصكيش. وعلى فكره الناس كلها في المترو الناس كلها كانوا متضامنين معاكم يعني في المترو. انت هو واضح في الفيديو ان البنات كلها ملمومه على انا عايزه حاجه الفيديو بيقولوا لها انت اتفضلي قولي يا جنى انت كام كان المده مثلا ما بينكم يعني الخناقه دارت حوالي قد ايه؟ لا مش فاكرين طبعا بس انا عايزه طيب اتفضلي يا جنى انت قولي عايزه تقولي يعني البنات كلهم في المترو ستات بنات جميع الاعمار كانوا في صفنا احنا وكانوا بيقولوا هي حريه شخصيه ما مالكيش دعوه دي هم حرين. وفي الفيديو مسموع في كذا بنت بتقول دول مش احنا اصلا يعني اللي كانوا بيتكلموا احنا كنا بنصور دول مش احنا عشان في ناس بتقول انتوا لابسين كذا وانتوا اصلا عاملين كذا وانتوا اللي واقفين احنا اصلا مش باينين في الفيديو. هو مين اللي صور الفيديو اصلا؟ انا وجن. انا ابتديت اصور لما هي ابتدت تقلع الشبشب يعني. احنا في الاول كنا مش بنصور يعني. هي اللي بدات ضرب الاول قلعت الشبشب بعد كده انت بداتي تصوري. ما كانش في ضرب. هي كانت هي تضرب بس الناس حاشت ما بيننا وخلاص. بس فانا في لحظه الضرب دي انا ابتديت اصور قلت لها لو عملتي حاجه تاني انا هصورك لان انت كانت بتعدي علينا. بالظبط. فمن ساعتها بقى هي احنا بدانا نصور بقى. كان معاها سلاح ابيض مثلا؟ لا 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 ولا هو شبشب بس؟ لا لا.